ساره. ايوه. ازيك؟ انا اسف على التاخير. لا ولا يهمك خالص. بصي انا هبدا من الاول خالص. انا اسمي عادل عبد الله، انا عندي شركه الهدى للاستثمار العقاري. ايه ده فعلا؟ انا بابايا واخد شاليه عندكم في الساحل. طب يا ترى مبسوط معانا ولا لا؟ لا مبسوط، المكان حلو قوي. طب الحمد لله. لو عنده مشكله في اي وقت يا ريت تكلميني على طول. اكيد ان شاء الله. خير؟ ايه المشكله يا استاذ عادل؟ هو مش خير قوي الصراحه. والصراحه انت لما كلمتني في التليفون انا ما فهمتش حاجه، كل اللي فهمته بس ان انت ما عندكش اي مشاكل مع اولادك، فهي ايه القصه بالظبط؟ بص يا ساره، انا شغلي علمني افكر بطريقه غير معتاده. لما قريت السي في بتاعك على الانترنت اتاكدت ان لو في طفل عنده مشكله اكيد هتقدري تحليها، وفي نفس الوقت لو في واحد كبير برضه عنده مشكله عشان هو مخه زي الاطفال هتعرفي تحليها. صح. هدى مراتي. مالها؟ لا ده موضوع يطول شرحه ومش هينفع نقوله هنا. انا عندي مكان صغير كده بقابل فيه ناس لما بتكون مقابلات غير رسميه، يا ريت نروح نتكلم هناك شويه. ارجوكي تقدري صراحتي وفي نفس الوقت تقدري ظروفي اللي انت لسه ما عرفتيهاش. انا عندي فكره تانية. انا في حاجات كده في العقد مش فاهماها. انا قريته يا زيزه، قريته. فيها حاجه مش فاهماها وانا فاهمهولك، مفيش مشكله. لا كلام زيزو بقى على دماغي من فوق. مالك انت ومال يا اخويا؟ طب خلاص اتفضل امضي. ما بمضيش. دي حمزه بيدي مش طريقه شغل دي. طب سيبها تكمل ونفهم منها عايزه ايه. انا ببصم ونصبر. القاتل عن مقتول كان بصم لوحده. طب انا كنت عايز اعرف هتبقى فكره برنامجكم عامله ازاي. هو ايه الفاكتور ده اللي في البرنامج؟ فاكتور؟ فاكتور ايه؟ فاكتور ايه يا زيزه؟ انت قلت لي كده. انا ايوه يا استاذ. قصدها البروديوسر. وانت ايوه البروديوسر ده اللي في البرنامج. انا عارفه بقى. وانت مالك انت بالشخص ده اساسا؟ تعرفيه منين؟ نعم نعم، من حقي اسال وانت تجاوب يا عنيا. ماشي يا حاج. واحد اسمه هشام عبد الحميد. لا فتحي. ليه فتحي؟ هو كده يا اما مش حابسه. وايش عرفك بفتحي؟ انا ايش عرفني؟ ده انا اعرفه يا اخويا من قبل انت بتتولد. ده كان بياكل في العربيه عندي. بس مش معنى كده ان انا اديله برنامج. انا مش عايز اديله برنامج. يو يلا بينا يا زيزو بيه. يلا يا ظهر يما يا ظهر يما. تاني؟ والنبي يا اخويا شكلي كده عايز يعمل مساج تاني. واحنا مروحين نعدي على الفندق الاربع فصول ده اعمل مساج هناك. انا برتاح قوي. يلا يا زيزو. ما انا ما اقدرش اعمل معاها حاجه، هي حره في الكرول اللي معاها. ايوه انا حره في الكرول اللي معايا. مش ذكره برضه يا استاذ اللي بيسوق العربجي. براحتكم. يا اختي نفري على طول وعرقه كده حيطاق كده طول النهار وليل يزعق وتلاقيك هفق في بيتك. بقولك يا حاجه انا بحترمك من الصبح مش عايز اغلط فيكي. نعم نعم، وانت تقدر تعمل حاجه غير كده؟ لازم تحترمني. لا يلا يا اخويا اتحرش بيا والنبي نفسي اتحرش بيا. زعلت زوزو. ايه بس اللي بتقوليه يا حاجه؟ ده عيب كده. عيب ده ايه؟ بقولك ايه، بلاش والنبي بلاش. خلاص ماشي فتحي فتحي. يلا يا ريس مفيش مشاكل. خلاص يا زيزه الراجل وافق. انت شايف كده؟ تقريبا. يلا ودي بصمه. لا خد انت عشان انا ما بكلموش. نفسي كده شايله منه. متوضيه اصلا. بيقرا وما بيعرفش يقرا، ده زي حالاتي. فين؟ وانت مالك؟ طب على فكره بقى انا سامع صوت عزيزه وشريف وانت في القناه. ها؟ ايوه انا وشريف وعزيزه موجودين في القناه وعزيزه وقعت العقد. مفيش حاجه وقعت يا استاذ، ما هو قدامها اهو. يا حاج ارحمي امي. مش كده. وانا مالي بقى ومال امك؟ هي جايه توقع معانا؟ دي هتطلع على شريف القديم والجديد. هتطلع؟ طلعت خلاص وحياتك. طب اقول لك ايه؟ همن عليك بقى النهارده وعزمك على العشاء. فين؟ يعني عندي في البيت. لا 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 لا، انا راجل محترم. عيب. على فكره انا عازماك على عشاء وبس، مش عازماك على حاجه تانية. هتطبخي ايه؟ هو ايه اللي هطبخ؟ ايه اللي هطبخه؟ هتاكله اي حاجه. قله ادب وقله ذوق كمان. مش جاي.
ماشي. بعد اذنك لو سمحت، لو اتكرمت يا استاذ حمزه، من فضلك تيجي وتشرفني عشان عزمك النهارده على عشاء عندي. هشوف وقت يا بنتي وبرد عليكي. مش لايق عليك خالص الاسلوب النظيف ده. طب يلا غوري احسن كده. ايوه كده، ارجع لاصلك عشان تعرف بس ان انت ما تقدرش تستحمل 30 ثانيه تتكلم فيهم عادل. مع امثالك ما اعتقدش، لان ما قعدتش مع امثالك اتعشى قبل كده، ايه القرف ده؟ طب تصدق مفيش عشاء ومفيش اكل ومفيش سلام كمان. باي باي. اجي امتى؟ اتفضل. شكرا. حلو قوي ستايل الفيلا. ميرسي، دي فيلا بابايا. لما يعوزي بيها يا ريت تقولي. حاضر. سارة، أنا مراتي مش طبيعية تماما. يعني إيه؟ يعني بتغير بشكل غير طبيعي، بتغير بشكل جنوني، وأنا بتهيألي الموضوع ده تحول معاها المرض. يعني عندها استعداد تعمل مشاكل في أي حتة مع أي حد، عاملة لي فضايح في المكتب وفي البيت، وأنا شاكك إنها بتراقبني طول الوقت. تخيلي وصلت لكده؟ أنت بتخونها؟ لا طبعا، بس الموضوع بالنسبة لي كان عادي في الأول، أنا قلت ده بيحصل بين أي اتنين متجوزين. بعدين بدأ يزيد يوم بعد يوم لدرجة إن أنا ما بقتش عارف أركز حتى في شغلي، وأنا شغلي أهم حاجة عندي بعد هدى والولاد. بص، عادة الستات بتعمل كده لما تكون فاضية، حاول تشغلها شوية. هي بس هدى مش فاضية، هدى عندها الشغل الخاص بيها، عندها شركة متخصصة في فرش القرى السياحية والفنادق، وأنا أحيانا باخد شغل من عندها، يعني مش فاضية خالص. وبعدين هي ست ناجحة جدا في شغلها. غريبة مش كده؟ جدا. طيب انا ممكن اقابلها؟ هترفض تقابلك تحت اي مبرر، انسي. طب انا ايه المطلوب مني؟ انا عايز اعرف اعمل معاها ايه عشان اعرف اعيش معاها. اوكي، يبقى انت هتسيبني اشتغل لوحدي شويه ونتقابل بكره. اكيد طبعا. اوكي خلاص، يبقى نتقابل هنا بكره في نفس الميعاد. اوكي، استاذن انا. اتفضل، فرصه سعيده. انا اسف. السلام عليكم. انا عزيزه، عارفيني؟ شفتوني انت وهي قبل كده. ان شاء الله هعمل لكم برنامج اسمه مطعم عزيزه، كل الاكلات الموحوحه اللي انتوا بتحبوها هعملها لكم، مش المطاعم الوسخه لا مؤاخذه القذره، ضيقين قوي هنا، وكل اصحاب المطاعم هستضيفهم كل يوم في كل حلقه، وهعمل لكم كل الاكلات الشعبيه. مع عزيزه هتاكل اكله لذيذه وبس. الله، حلويات، الحلاوه دي قمر. ان شاء الله يخليك. ايه ده، ايه ده، مالك؟ خد بايدي فتيحه. فتيحه دي مش هنا، هنا فتحي عشان احنا في الاستوديو. يا اخويا انت بتقول اني عايز اتهزر معاك، تعالى تعالى. ما تقولش جبت لي سندوتشين الكبده والفلفل الاخضر. هظبطك ما تقلقش. يما قنبله عزيزه دي. الله، أفندم، جوزي كان عندك بيعمل إيه؟ جوزك مين حضرتك؟ أكيد حضرتك غلطانة. بس كل الفيلل اللي حواليكي قالوا لي إن أنت الوحيدة اللي عايشة لوحدك. وده معناه يعني إن هو جالي؟ إيه اللي حضرتك بتقولي ده؟ يعني أنت ما تعرفيش حد اسمه عادل عبد الله؟ لا. أوكي، هنشوف. باي. من 25 سنة اتعزمت على عشاء عند أخت فاضلة، وبعد العشاء كانت ليلة عنب. يا قمر انت. لا مش من أولها كده. شوفي، أنا واخد عهد على نفسي إن أنا ما غلطش فيكي في بيتك. لا كتر خيرك يا حمزة. حمزة يا واطية. أنت لسه مش بتقول أخد عهد على نفسي مش هشتمك من أولها كده يا واطية. ما تضايقنيش وأنا ما اشتمش. شوفي بقى، أنا جايب لك مفاجأة. هنا هنا. حاضر.
هو بالظبط مقاسك ازازه واين. اعوذ بالله، انا كنت ناوي اعمل لك دلوقتي كوبايتين سحلب بعد الاكل. سحلب؟ بس بما ان سعاده السفير جاي النهارده يشرب معايا كاس واين فاكيد ده شرف ليه. اكيد شرف ليك. ابو سيدي وشه وضهر طبعا. يلا نلبس الخواتم تاني. اقول لك حاجه؟ قول. لما تحبي تعرفي ثقافه شخص ما ثقافته تشمي ريحه بيته، وقبل ما تطول لسانك انا اقصد ريحه البيت الاصلي مش اللي رشش معطر، لان انا بعرف افرق كويس قوي ما بين الريحه دي ودي. تعرفيه ثقافيا واجتماعيا من ريحه بيته. تمام اوكي. طبعا انت ما تفهميش في الكلام ده خالص. اعلمك حاجه تانيه؟ ايه بقى؟ انت تعرفي الشخص من حمامه. انت ناوي تروح الحمام بتاعي؟ لا الحمد لله. مش جاي حمامي انا لوحدي. تعرفي الشخص من الحمام بتاعه؟ تعرفيه متربي ولا لا؟ منظم ولا لا؟ مرتب ولا لا؟ ابن ناس ولا لا؟ من حمامه. طب بالنسبه بقى للكشف الطبي والفحص اللي انت عملته ده، النتيجه طلعت ايه؟ شوف انا ما شفتش حمامك بس اقدر اقول ان انت بنت ناس. بحسب طول عمري طول عمري صدقني. لا بتفهم. ازغرت ازغرت الحمد لله. انت تعرفي انا عارف ان انت بنت ناس من امتى؟ من امتى؟ هتستغربي قوي. من اول مره شفتك فيها لما كنت قاعده على السلم. واضح ان انا كنت بنت ناس قوي. طب تتريق؟ لا ما تتريقش. رغم انك كنت شرشوحه يومها بس برضه ولاد الناس لما يحاولوا يشرشحوا ايوه اليوم طريقه. عارفه ممكن واحده بنت ناس جدا ماشيه بالعربيه وحد يخبطها مثلا او يلمس عربيتها ولا حاجه، بتنزل ممكن تعمل عمل درامي فظيع بس بيبان انها بنت ناس. واخده بالي؟ زي عن يا ابن الذين. لا لعيب يا ابن الذين. لا لعيب. هو انا كنت قلت لك ان انت بنت ناس من شويه؟ اه طبعا. انا اسف. ليه؟ ما ارتحتش. لا بنت ناس ماشيه بنت ناس بس عندك حق وانت ذكي جدا وبتفهم جدا. قولي بقى بتحب البيكاتا؟ جدا. بالمشروم؟ جدا جدا جدا. تبقى محظوظ النهارده. ايه ده؟ دي صدفه ولا حد قال؟ احساس كده عارف الهاجز طلع لي. هاجز؟ هاجز اه بالانجليزي. قلب الام. فينك يا عزيزه؟ كان زمانها دلوقتي عامله لي طاجن عكاوي ولحمه راس ترم عظمي. شبكاته. اصلا انت فكرتني يا عزيزه عملت ايه في البرنامج بتاعك؟ كله تمام. ايه؟ خلصت فكره البرنامج. اه صحيح شريف بيقول لك انك هتشرفي على البرنامج ده. ليه هو مش هشام عبد الحميد هو اللي بيشرف على برنامج الطبخ اصلا؟ لا هو قال انك هتشرفي على البرنامج بتاعي وبرنامج عزيزه، وهشام عبد الحميد هيمسك برنامج فوزيه وجمالات. جمالات برضو؟ طبعا. طب بقول لك ايه بقى؟ ما تيجي بقى واحنا قاعدين كده بناكل نفكر في الشغل ونشوف هنعمل ايه يعني في البرنامج، يعني وانت عارف الاكل كده بينشط الخلايا. اسف. أنا جاي آكل بيكاتا بالمشروب وأشرب واين وأغور. مش ما تيجي إيه ده؟ إيه ده؟ قاعد باكل مع تعفول اللي ناكل إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ ماشي بس مش أنا اللي فتحت أصلا موضوع الشغل، أنت اللي جبت سيرة من الأول عزيزة ففتحنا موضوع الشغل. فتحت إمتى موضوع الشغل؟ خليكي محددة. أه إمتى إن شاء الله؟ قبل ما أقول يلا ناكل. طب ما إحنا لسه ما أكلناش. ما عايز أطفح. اتفضل. وبعدين انت بالذات ما ينفعش نتكلم واحنا بناكل. ليه بقى؟ لانك بتفتفي وانت بتاكلي. لا انا ما بتفتفش وانا باكل. لا بتفتفي. لا عمرها ما حصل ان انا تفتفت وانا باكل. لا بتفتفي. طب استنى اوريك دلوقتي. اوريك دلوقتي؟ اوريك هنجرب نعمل تيست. هتفتفي.
طب خلاص اتفضل يلا كل. ليه ما هقوم وامشي واسيبك. شعوري لا اقعدي. لا كنت هاكل. جيت لك وسألتك عليه وقلتيلي معرفوش ولا عمري شفته وخليتي منظري زفت قدام كل الناس اللي حواليكي وخصوصا باباكي ومامتك. بس انا عارفه ان هو جالك النهارده وقعد معاك يا حرام. ايوه بس حضرتك لازم تفهمي ان لازم ايه؟ انا بس عايزه اعرفك اللي يضحك على هدى الشربيني يحصل له ايه حلوه. ايه ده؟ في ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ ايه؟ بس تسلم ايديكي شاطره قوي الاكل حلو جدا. طبعا تسلم ايدي. لو ليه انت ما اتجوزتيش ليه لغايه دلوقتي؟ قول الحمد لله ان انا اتطلقت. بتهزري؟ بجد؟ انت ما قلتليش الموضوع ده قبل كده خالص. اقول لك ليه؟ انا اصلا ما بقولش لحد حتى اصحابي ما يعرفوش. كانت تجربة سخيفة؟ انت راقي قوي كلاس. تجربة سخيفة؟ هي اسمها مش تجربة مش لطيفة، اسمها تجربة حقيرة. ما يتقالش عليها غير كده. بس على فكرة لو عندك كويس. عارف ليه؟ عشان عطشني وقلت لك. سيبك من الواين واحكي لي. انت ليه بقيت حشري وبتسأل في كل حاجة؟ الحشرية دي من عشر الأم. عايز أعرف. عايز تعرف. أحكي لك. حاضر. بس هنوقف بعديها وين عشان مش ضامنة أحكي لك بعد كده إيه. بص يا سيدي. زمان في الأول خالص أول ما دخلت الميديا كنت باخد تريننج مع مخرج مشهور. يعني تدريب. تريننج يعني تدريب. أه كملت تعليمي عارف. برافو. ف كنت هبلة قوي، كنت لسه صغيرة بقى ومش فاهمة، ما اعرفش اقيم الناس يمكن. اه ده من منطلق ان انت دلوقتي لما كبرتي بتعرفي تقيم الناس. الواين هايل. فعلا مش عارفة اقيمك لغاية دلوقتي. رحت معاه بقى كنا بنعمل تغطية لموضوع كده في بورسعيد، حبيبتي بورسعيد. كنت لسه قلبي طاير كده، اعترف لي بحبه. قررنا فجأة إن إحنا نتجوز. كانت جوازة زي الزفت. زي الزفت إزاي؟ أنت عايزني أحكي لك الزفت؟ أي لا يعني كان بيضربك مثلا؟ ضربني؟ بص أنا عارفة إن إحنا في مجتمعنا العربي للأسف في رجالة ممكن تضرب مراتاتهم. بس ده على حسب ضربها ليه؟ وإمتى؟ وإزاي؟ وفين؟ فين دي مهمة برضه؟ أنا اتضربت ليلة الدخلة وعلى السرير. فهمت؟ أكيد فهمت.
المهم يعني صحيت الصبح. لا انا ما نمتش اصلا ولا نمت، قعدت مستنيه لغايه ما هو يصحى. طلبت منه الطلاق ما رضيش، فتهفيت في نفوخي عملت مجنونه وضربته على السرير. يا ريت في الحمام. استغلت الفرصه وهو موطي كده وطلعت. بس فالحمد لله اتجنن هو كمان فطلقني. من ساعتها بقى قررت انا ما اقولش لحد خالص ان انا اتجوزت وطلقت. انت عارف طبعا برضو في مجتمعنا العربي اي واحده مطلقه بتبقى زي ما تقول كده حاجه مش كويسه، عيب ما يصحش. بس ما قلتش لحد خالص، ما بتكلمش في الموضوع، ما بحكوش. كويس. طيب ليه ما قلتيش لاصحابك؟ لا انا ما قصدتش ان ما اقولش على فكره، بس هي كده زي ما تقول حاجه اوتوماتيكلي حصلت معايا، لان كل ما حد يسالني اقول له لا، وده كان قراري فما قلتلهمش، بس ما قصدتش. يا بنتي ليه؟ وكدبت عليا انا شخصيا ده كله؟ على فكره يا زهر، الكذب ده سمه فينا، وبعدين مش انا وحدي بس اللي بكتب، ما انت كدبت برضو عليا. انا كدبت عليكي في ايه؟ كدبت؟ اقول لك؟ عشان تعرف بس ان انا كنت غبيه وبقيت ذكيه. مش تزعل، مش هتشتم. احاول. الله يرحمها بقى، كانت احلى منك واطول منك واذكى منك. يعني لا في جواز ولا في مرحومه. بصي، هو انا بفضل يعني بيعجبني الدبلوماسيه في الرد. اتفضل اتفضل اتفضل. ان اخلي حاجات شخصيه ليه؟ انا موافقه ان انت يكون عندك في حاجات بتحتفظ بيها لنفسك، ده عادي. ممكن تقول احتفظ بيها لنفسي، مش عايزه ارد، لكن دبلوماسي ويكتب اهو ده اللي عيب. عيب بخبي. لما اتزنق بألف. ايه ده؟ صرصورة حبيبتي صاحبتي، استنى. لا طبعا طبعا. بنتي دي هتقعد بقى ترغي، استنى. الو الو، ايه بتقولي ايه؟ يا نهار ابيض، سارة سارة سارة، يا نهار اسود، دم دم دم. ايه من فضلك، انا ما بحبش كده. سارة اهدي واسكتي شوية. سارة اهدي من فضلك، خلينا نفكر. سارة على فكرة يا عايشة مش ميت عشان تهبلي كده، نهدي شوية. معاكي بيرفيوم؟ أنا معايا. يا حبيبتي يا سارة، يا حبيبتي يا سارة، مين عمل فيكي كده؟ حبيبتي يا سارة، سارة حبيبتي اللي حصل أكيلي. مين يا حبيبتي اللي ضربوكي؟ مين؟ مين؟ ايه احنا جايين نتكلم، اهدي شويه. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ لسه هتكلم لسه. اوعي اتحركي، انا هكون مكسوره. حاضر. ازيكم يا بنات؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مبروك. الله يبارك فيكي. خطوه مستحلة. بصي، هو تسيبي توكلك على ربنا هتلاقي كل حاجه بتيجي سهله. عن اقتناع بقى ولا جوزك؟ ايه الحكايه؟ كل الناس بتسالني السؤال ده. لان تلات ارباع اللي بيتحجبوا بعد الجواز بيكون عشان خاطر الراجل. ليه ان شاء الله؟ هو انا متجوزه امبارح؟ ده انا بقالي سنتين بكافح. ربنا معاكي ويثبتك. ادعولي عن اذنكم. ازيك؟ اهلا. ازيك؟ يلا عشان معانا شغل كتير. دي طلبيه المفروض نخلصها، وكمان هناخد عربيه منها. وريني يا ستي.
أنا مش هعمل الشغل ده. ليه؟ من غير ليه؟ أيوة بس عايز أعرف علشان أقتنع. الناس اللي طالبة الشغل ده أنا عارفاهم كويس أوي، وعارفة الإكسسوارز بتاعتي هتستخدم في حاجات مش تمام. أنتِ أكيد بتهزري صح؟ ولا بتتكلمي بجد؟ بتكلم بجد. يعني كل الزباين بتوع الجاليريز؟ لو سمحتي من فضلك ما تركبنيش ذنوب وما تخلينيش اتكلم في اعراض الناس. يا سلام، هو مصنع العربيه، الراجل صاحب مصنع العربيه لما بيجي يبيع العربيه لحد بيبقى عارف اذا كان هيستخدمها في الدعاره مثلا ولا هيستخدمها في حاجه حلوه. انتي كمان هو ماله، هو بيبيع العربيه وخلاص، وكمان انتي مالك مين اللي هيلبس شغلك؟ اذا كان الكلام ده ما يهمكيش فيهمني انا. أنا ما عنديش استعداد إني أغضب ربنا. ده بمناسبة الحجاب يعني ولا إيه؟ من فضلك اتكلمي كويس. أنا بتكلم كويس. لأ، وكل اللي أنا بقوله ده ليه علاقة بشغلي، وأنا مش عايز أزعل ربنا وعايزاه يبارك لي في رزقي. أنا أعرف إن ربنا بيبارك في الرزق لما الواحد بيقوم بشغله كويس، ملوش دعوة بقى هيعمل بيه إيه. كمان ربنا بيحاسب الناس التانية، احنا ما بنصنعش خمرة. ده اللي انا اعرفه عن ربنا. انت تعرفي حاجة عن ربنا؟ طب امرت ايه؟ بلاش انت. بامرت ان انا انك خدتيني ورحت عملت عملية عشان خاطر ربنا يسترها عليا، ولا ايه رأيك؟ ردي عليا. انتي بتقصدي ايه؟ انا ما اقصدش كده ابدا. مش انتي اختي الكبيره؟ انا مش جايه هنا تاني. زينب، زينب. هاي. هاي، ازيك يا خالد؟ شفت عربيتك بره قلت اكيد رجعتي من السفر. سفر ايه؟ وانتي مش كنتي مسافره ولا ايه؟ ازيك يا هديل، عامله ايه؟ انا كويسه. طب الظاهر انا جيت في وقت مش مناسب، هبقى اكلمك في التليفون. اوكي، باي. ردي يا زينب. انا فين؟ في المستشفى يا حبيبتي. يا ماما، ظهري وايدي بيوجعوني قوي. حبيبتي الحمد لله على سلامتك. الحمد لله انها جت على قد كده. الدكاتره طمنوني، قالوا لي انها كلها كام يوم وتبقي زي الفل. ايوه حمزه، قالوا لي ان في ناس طلعوا ضربوكي في البيت. مين دول؟ معرفش. تعرفيش ازاي؟ البيت ما فيهوش اي حاجه مسروقه. انت عملتي حاجه؟ والله العظيم يا ماما ما عملت حاجة. خلاص يا ضنك بقى، انتي عارفة تعبانة، سيبيها دلوقتي. المهم ألف حمد لله على سلامتها هي. مش هتطمن عليها؟ معلش معلش، مش دلوقتي. أنا بصراحة لو أعرف إن انتي ما عندكيش حل الكلام ده كنت بصراحة حتى قررتك لغاية ما أعرف مين ولاد الكلب اللي عملوا فيكي كده. إيه، أنا وشي مش ألفت قوي. لا يا حبيبتي خالص، قمر كدابة. أنا كدابة؟ أنا بكدب؟ أنا كدبت عليكي قبل كده؟ بعرفك وأنتي بتكدبي، أنا وشي مش هلفظ، ما أعرف. هي إيه اسمها، إيه، شطحات، سجامات، يعني حاجات كده. سجحات، كلامات، تزوقات كده. تزوقات دول. حاطة لك روجة جو أحمر أهو، ده أنتي خدودك وردت على الضرب. بس مش قادرة أضحك، ممكن تصوريني؟ بذمتك في حد في الدنيا يتصور ويسيب ذكرى مسيئه لشكله في وقت زي دوت بالمنظر ده؟ انا صوريني بقى، انا مش هشوفها بس صوريني. لا بلاش صوريني، بطاريه ليسر، خلي الصور معاكي بس صوريني. صوريني هنزلها في الجراد وافضحك. معلش يا طنط، مستقبلها هيضيع. مفيش جواز ومفيش عريس. لا، 100 عريس و100 جواز كمان بالمنظر ده؟ طبعا دي قمر. ما اظنش. شلفة هعملها لك فوتوشوب واشيل لك التشوهات ديت. ماشي. يلا يا ستي وريني وشك كده.
يا ما يا حبيبتي قمر مش كده مش مبسوطه قوي لا يا حبيبتي لا يا حبيبتي قمر السنين مش عايزه اشوفه خليهم معاكي مش عارفه طنط ايه حكايه الام بجد بتشوف عيالها حلوين في عيالها القرد في عينهم قوليها قوليها انا عارفه ده مش القرد ده في مثل تاني بيقولوا خنفسه خنفسه تشوف ولادها على الحيط تقول يا لولي ومضوم في خيط انا لا يا روحي لا ده اللولي الاسود صح؟ لا اللولي القمر كان نفسي اشوفه اللولي بس اضحكوني اضحكي يا حبيبتي بقى اضحكي خلي الصورة دي معاكي انت فكرك هدالك اخد عليها فلوس يا ماما انت اتجننت؟ ايوه اتجننت ايوه اتجننت اللي شفتي كده ايوه اتجننت ايوه اتجننت اتجننت ايه الهباب اللي انت بتحببه ده؟ انت مبلبع يا حشاش انت عشان تعمل كده حشاش ارحمي امي ارحمي امي ارحمي امي يا اخي ارحم انت امي مش هرحم امك مش هرحم امك مش هرحم امك مش على بيا عين العينب على بيا عين العين على بيا عين العين على بيا عين العين على بيا عين العين اوعى على بيا عين العين اخرب بيتك يا امجد الزفت اللي انت بتحببه ده